مصر الموسيقى في محال السوبر ماركت الكبرى. خلال قيامك بالتسوق في محال السوبر ماركت الكبرى، ستجد الموسيقى يتم بثها في هذه المحال. ربما لم ينتبه أحد عليها، وربما يسأل آخر هل هو ماركت أم ناد ليلي؟ فليس من المفروض أن تبث الماركت الموسيقى هنا. لكن الإجابة على هذه التساؤلات أن الموسيقى لها تأثير على تجربة التسوق الخاصة بك سلباً أو إيجاباً، وسواء كنت تحب أو تكره الاستماع إليها خلال التسوق، فقد تبين أن هناك تاريخاً طويلاً وعلماً موثقاً بشكل جيد يفسر أسباب بث الموسيقى في السوبر ماركت، ويحلل أنواع الموسيقى التي يتم بثها، بل درجة علو الصوت عند التشغيل في المكان أيضاً، فالأمر ليس فوضوياً. فبحسب موقع ديلي ميل، فقد درس الباحثون في عام 1966 تأثير حجم الموسيقى على متسوقين متاجر البقالة، ليكتشفوا أن الموسيقى الصاخبة والحادة تجعل المتسوقين ينصرفون من المتجر بشكل أسرع، بينما جعلتهم الموسيقى الأكثر نعومة وهدوءاً إلى قضاء المزيد من الوقت في التسوق، وبالتالي بقاء أكثر، شراء السلع أكثر، وهذا يصب في صالح المحال التجارية. وبعد مرور عقدين تقريباً، توصل فريق بحثي آخر إلى استنتاج مماثل، وهو أن الموسيقى التي تحمل إيقاعات كثيرة تدفع المتسوقين إلى التحرك بشكل أسرع داخل السوبر ماركت، الأمر الذي يترتب عليه قضاء وقت قليل داخل المكان، بينما كان للموسيقى الأقل إيقاع تأثيراً إيجابياً على المبيعات، إذ تسبب في إحداث سرعة تدريجية ومعقولة للمتسوقين، وارتفعت المبيعات بنسبة 38% مقارنة بالأيام التي يتم بها بث تشغيل الموسيقى ذات الإيقاعات السريعة والصاخبة. وبخلاف الموسيقى الهادئة، فأن الموسيقى ذات النغم الحزين تلعب دوراً أيضاً في زيادة المبيعات. في دراسة عام 2011 أكدت أن الموسيقى الحزينة أدت إلى زيادة المبيعات بنسبة 12%.